وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في الصورة بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة. تحياتي لك يابا ولكل السادة المشاهدين. إدخال المساعدات الإنسانية مستمر وتجهيز أيضا مزيد من المساعدات الإنسانية داخل المخازن التابعة للهلال الأحمر المصري، لكن منذ قليل أيضا فيما يتعلق بالمساعدات التي تأتي عبر الطائرات في مطار العريش، وصلت طائرة تركية على متنها 53 طن من المواد الإغاثية والبطاطين. كل هذه المساعدات يعني يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بتفريغ الطائرة من هذه الشحنات ثم حملها على السيارات لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر والمركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لتجهيز هذه المساعدات مع غيرها من المساعدات الموجودة داخل المخزن لإرسالها إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة. على الجانب الآخر أيضا لازال استقبال المصابين كما ذكرتم ودخول الشاحنات المساعدات عبر معبر رفح، ويقدم لهم كل الخدمات الإنسانية والدعم النفسي أيضا المقدم للمصابين والجرحى. لكن أيضا معبر رفح غدا سيكون على موعد مع زيارة هامة لوفد من البرلمان الفرنسي، هذا الوفد الذي سيأتي للقائه بعدد من المسؤولين وسيلتقي أيضا بمسؤول الهلال الأحمر هنا في مدينة العريش والهلال الأحمر الفلسطيني أمام معبر رفح، بالإضافة إلى الحديث أيضا مع ممثلي منظمة الأونروا داخل قطاع غزة، وأيضا سيتم إطلاعهم على المجهود المصري المبذول في إدخال المساعدات، وأيضا هم يعني سيطالبون بضرورة وقف إطلاق نار كامل. وهذه الزيارة تتزامن أيضا مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي غدا إلى القاهرة ولقائه بالسفير سامح شكري، وبالتأكيد هذه هي زيارة لمنطقة الشرق الأوسط للوصول لوقف إطلاق نار كامل، وبالتأكيد مصر على رأس هذه الدول التي يعني يعول عليها في الوصول إلى حل وقف إطلاق النار كامل في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. لكن فيما يتعلق أيضا بالشقة الإنساني، مصر بدأت في تجهيز المطبخ في مدينة الشيخ زويد لتجهيز عدد من الوجبات الغذائية اليومية لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وإلى النازحين، هذا بالإضافة إلى استمرار العمل في المخيم الإغاثي الموجود في مدينة خان يونس والذي أقامته جمعية الهلال الأحمر المصري بناء على توجيهات القيادة السياسية لإيواء النازحين من شمال غزة. حتى هذه اللحظة وصل هذا المخيم إلى أكثر من 1000 خيمة، ويقدم كل الوجبات الغذائية وأيضا كل المستلزمات الصحية والدعم الصحي والنفسي لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. نعم، وهي الجهود المصرية بالطبع المستمرة على كافة المستويات لحل القضية الفلسطينية ودعم سكان أهالي غزة بشكل خاص. أشكرك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش.